بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالجميع، معكم عبد المجيب، واليوم عندي فيديو مهم جدا، والفيديو هذا بيتكلم عن أفضل لغة برمجة. صحيح أنا بختار لغة واحدة الحين وبقول هذه أفضل لغة برمجة، كلامي ممكن بيزعلك، ممكن أنت تحب لغة وبعدين أنا قلت اللغة هذه ما تصلح، يمكن تزعل ترى، بس أنا هنا بختار أفضل لغة برمجة. طيب خلا نسوي كذا تزبيط 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 تزبيط، تمام؟ لازم تشوف معي الفيديو هذا الأخير حتى تقدر تحدد وتعرف انه هذه فعلا افضل لغه. قبل ما ابدا بالفيديو، اللي منزعج من نظارتي انا اسف، بس لازم احمي عيني. نظارتي الجديده هذه تعكس الاشعه الزرقاء، اللي يستخدم الكمبيوتر كثير لازم تنعكس الزرقاء عن عينه. والله هذا كلام طبيب وانا ما ادري. الحاجه الثانيه قبل ما ابدا، انه تجيب ورقه وقلم وتكتب معي. المعلومات هذه جدا مهمه، يمكن انت شخص تحفظ، اوكي تحفظ وامشي خلاص ما عندك مشكله. قبل ما نبدا في شغله بسيطه برميها عليك الحين ممكن تستفيد منها. الشغله هذه يا عزيزي، في موقع فليكس كورسز الان فيه مواد مهمه جدا جدا في الويب ديفلوبمنت. المواد هذه راح تاخذك من ما تعرف شيء بالويب الى فول ستاك ديفلوبر. يعني مثلا، وطبعا هذه دوره كبيره لسه ما خلصت الدوره بعد، تمام؟ هذه فيها اشياء كثيره، مثلا قواعد البيانات و الى اخره، وفي برضه الاختراق وكيف نخترق وكيف نقصد هجمات الاختراق، حاجات زي هذه. وتبدا من جيت مثلا، بعدين تروح تقول بتعلم والله HTML CSS، بعدين بروح اخذ بوتستراب الى اخره. المفيد بالموضوع يا جماعه انه مسوين احنا خصم 40% للطلاب الان، ولانك تتابعني الان في اليوتيوب شوف الوصف في خصم خاص لك لوحدك، خذ الكود وروح شوف كم الخصم. انا قلت لك معلومه باذنك، ويعني انت منفع نفسك. طيب نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يا عزيزي المشاهد، الآن أنت تحتاج أنك تحدد لغة واحدة، أفضل لغة علشان أتعلم هذه اللغة وأنا مرتاح وأموري طيبة، صح؟ صح. طيب عشان ما تقعد تهبلش، لغات كثيرة كل يوم الثاني طلعنا اللغة جديدة، احنا فاضيين احنا نتعلم اللغات هذه، لازم نحدد واحدة الحين نقول هذه أحسن واحدة نتعلمها وخلاص. طيب انا في اشياء معينه بقولها بعدين اعلمك افضل لغه، امشي معي حبه حبه. انت يمكن تكون واحد من ثلاثه، ممكن تكون شخص من زمان تبرمج اكيد انك تعرف اللغه هذه اكيد، ممكن تكون شخص من قاطع نصف الطريق، قاطع ربع الطريق، توك بادي والى الان في بحر الظلمات يعني ومتوهق ما تدري وين تروح. ممكن تكون شخص توك بادي او انك ما بعد بدات الى الان، لم تبدا، فممكن هذا الفيديو يدلك على افضل لغه برمجه. اذا نبدا نشوف المحددات. يوجد محددات بحطها قدامك. اول محدد عندك انت اول محدد لازم تنتبه للي اقصده. ايش المقصود بانت؟ اولا تفضيلاتك، انا ايش افضل، انا ايش احب، ترى هذا مهم مره، اهم شيء بالحياه انا وش احب. انا اصير مدير كبير اذا حبيت نفسي، ترى ما في شيء الواحد يحب نفسه، غلط انك ما تحب نفسك. يا اخي حب نفسك، جيب خل احب نفسي شوي. انا هذه علبة مويه عندي، انا احب نفسي ما فيها شيء يا اخي. لازم انت وش تفضل، اول شيء انت وش تفضل. لما تفضل انت حاجه مباشره تكون مبدع فيها على طول، تلقائيه هذا الشيء. انا افضله، في واحد مبدع بتنقيش الاسنان عادي مره، هو يحب ينقش اسنانه مبدع، تقعد ادخل هذا من هنا يطلع عادي، ادخل سنه من هنا يطلع من هناك سن ثاني، ما في مشكله، هو كذا الله خالقه مبدع في الشغله هذه، ما لك علاقه فيه. اول شيء تفضيلاتك، تكلمنا عن التفضيلات، النقطه الثانيه مهاراتك، ايش تعرف تسوي؟ الله انا عارف اسوي شاهي، انا عارف اسوي قهوه، والله هذه مهمه ترى، وكلمك جد مهمه قوي انك تعرف مهاراتك تحطها الحين قدامك. انا عارف كذا، خل عنك مهارات الكمبيوتر، مهارات الكمبيوتر هذه شيء من مهاراتك، انت مليان مهارات الحين. واحده من الاشياء المهارات اللي عندك اللي ما تحط جنب المهارات الثانيه شويه كمبيوتر، شويه كمبيوتر، صح ولا لا؟ اكيد انك تعرف تسوق السياره، تعرف تمشي على رجليك، تعرف تروح تجيب خبز لهلك، كيف تعرف الامور هذه كلها. علاوه على هذا تعرف البرمجه، ممكن تعرف التصميم، ممكن تعرف تفرمت الجهاز، ممكن تعرف تركب نظم. اذا عرفنا تفضيلاتك عرفنا مهاراتك. حاجه ثانيه غير التفضيلات والمهارات، مصادرك، مراجعك. ما هي المصادر والمراجع اللي انت ممكن تصل لها؟ ايه اذا انت تعرف مثلا لغه عربيه بس، اذا مصادرك قليله حبه، مو بحبه حبتين قليله. ليش؟ لأنه أي علم في العالم يحتاج اللغة. ما هي اللغة هذه بالوقت الحالي؟ الصيني ولا الفرنسي؟ لا، هو اللغة الإنجليزية. الفرنسي مهم، ولعلمك الأسباني أهم من الفرنسي لما تدخل الكمبيوتر. هذه مو من جيبي، لا هذه معلومة ابحث عنها أنت. طيب إذا اللغة الإنجليزية مهمة، لازم تكون معك لو بيسكس عشان تعرف تقرأ، هذا أول مصدر. شيء ثاني
بالنسبة لمصادر المراجع، على ماذا تعتمد أنت؟ ماذا تعتمد في مصادرك ومراجعك؟ هل تعتمد على قراءتك؟ أنا ترى على الفكرة الأسئلة هذه أنا بوصلك للغة، خليك معي عشان أعلمك أن هذه أحسن لغة، لأن اللغة هذه يقولك إياها تعتمد على الأشياء اللي قاعد أقولك إياها الحين. هل هي مصادرك ومراجعك جيدة؟ تستطيع الوصول لمصادر ومراجع بشكل جيد؟ ممكن تكون كتاب، ممكن يكون مسموع، ممكن يكون فيديو. طولنا في هذه النقطة، نشوف شيء ثاني غيرك، محدد ثاني اللي هو طبيعة مشروعك. طبيعة مشروعك، أنت قاعد تسوي حاجة الحين، إيش طبيعة مشروعك اللي قاعد تسويها هذه؟ تكلمني مثلا في مشروع أنا أسويه، حتى ناخذ مثال. طبيعة مشروع مثلا اسمه فليكس كورسز، هذا فليكس كورسز دوت كوم. ما هي طبيعة هذا المشروع؟ واضحة، ويب أبليكيشن، ويب سايت، واضحة جدا. إذا طبيعة المشروع مهمة. طيب طبيعة المشروع اللي أنا قاعد أسويه هذا، هل هي متوافقة مع ما قلت؟ هل أنا أحب الويب؟ هل عندي مهارات في الويب؟ هل عندي مصادر أستطيع الوصول للويب؟ هذه مهمة جدا. تفضيلاتي، والله أنا شخص أحب المنطق، أحب مخمخ، أحب مخمخ، تعطيني قلم زي هذا قد مخمخ على أمه. طيب وش بصير إذا سكرته كذا؟ طيب وش بصير إذا فتحته من هنا؟ طيب وش بصير لو علقته؟ وش بالعكس؟ منطق، يبتع المنطق، منطق. خلصنا. مهاراتك، وش اللغات اللي تعرفهم؟ يمكن ما تكون عارف لغة، عادي مرة. أنا الحين بدأ اللغة تحددها هذا المشروع، اللغة حددها المشروع ترى اللي بقولك إياه الحين. طيب مهاراتك، والله لو بحط لك القائمة يعني بتوهك، يعني شوف بسم الله PHP Python، وبعدين مثلا روبي، عندك جافا، عندي وش عندي بعد، عندي سي بلس بلس، زين وش عندي بعد غير هذا جافا، عندي سويفت، وش عندي بعد، عندي HTML، عندي جافا سكريبت، عندي CSS، وهلم مجرة. عادي ترى انك ما عندك شيء ولا واحد من ذولي، اصلا كثرة اللغات معناته انك شخص فخم، والله لغة واحدة معناته انك شخص فخم، هذه هي بقولك اياها الحين، فخم. طيب المراجع والمصادر، انا شخص احب امسك شغله واقعد اقرا فيها، عندي هنا كتب احب امسكها ومخمخ واقرا فيها. اذا هل اللغه هذه اللي انا بعلمك عنها الان لها مصادر ومراجع؟ جميل جدا. طبيعه مشروعك، الان خلصنا من طبيعه المشروع، خلينا نشوف نوع الدعم. هي نوع، بسم الله، نوع الدعم، وش المقصود بنوع الدعم؟ اللغه اللي بقولك عنها هذه الحين ما طبيعة دعمها؟ هل هي مدعومة ولا لا؟ هل ممكن تشغلها بسرعة ولا لا؟ هل ممكن انك تتعامل معها بسهولة ولا لا؟ هل ممكن انك تصادف احد في حياتك يعرف هذه اللغة ولا لا؟ طيب اتوقع انك فهمت مقصدي صح؟ لما اجي اختار لغة برمجة زي ما انا قلت لك الان، ما يمكن اني اضعك لغة واحدة واقول هذه افضل من اي لغة، لا يمكن. لعل النار ستقوم الان وستحترق لو اني وضعت اللغتين هذولي جنب بعض وقلت اي واحدة افضل، بايثون ولا PHP. الان انت ممكن تبدا تفور اذا كنت مبرمج PHP، تقول لا PHP احسن. ممكن اذا كنت مبرمج بايثون تنفجر، تقول لا بايثون احسن. هذه المقارنات خاطئة، ما في لغة برمجة احسن من الثانية. والفيديو هذا ما راح احددك في لغة واحدة، الفيديو هذا انا بعطيك الان الاشياء اللي تخليك تحدد لغة تتعلمها. اذا طبيعة المشروع مهم، طبيعة مشروعي ويب، اوكي وش ينفعني بالويب؟ طيب بطلع برا، سي بلس بلس ما تنفع، سي بلس بلس وسويفت طلعهم برا ما يمشي الحال. سي طيب الحين هذولا اللي طلع قدامي، هذولا شر لابد منها، الثلاث هذولي لازم. انا كيف اسوي انترفيسز بدونهم؟ يمكن اتخلى عن جافا سكريبت، ممكن عادي، بس بدون HTML و CSS بيطلع الويب سايت حقي سيكل، ما في ويب سايت، ابيض واسود ما ينفع ابد. طيب الان هذولا الشلة الحلوة، طبعا في لغات ترى ثانية غيرهم. الان هذه الشلة الظريفة، طبيعة مشروعي راح تقول لي انا اختار اي لغة، طبيعة مشروعي بتقول لي اختار اي لغة. طبعا واضح جدا في الويب افضل لغة وين، واضح جدا، لكن لما تجي المشروع نفسه بتختار واحدة من هذولي. مشروع مثلا مثل فليكس كورسز الويب سايت هذا، اي لغة ينفع؟ ينفع بالجافا، ينفع بالروبي، ينفع بالبايثون، وينفع بالPHP. الحين انا اخذت وقفت ستوب، انا افهم في PHP ولا في بايثون ولا في روبي ولا في جافا، ايهم اكثر؟ انا افهم في PHP اكثر من هذول كلهم، لان صار لي 10 سنوات اشتغل PHP. اذا ايش اسوي؟ اقول انتم الاثنين روبي وجافا مع السلامه، باقي عندي لغتين افهم فيهم. طيب انا الان بحدد بايثون ولا PHP، ابغى اقلص هذه. ترى انا حددت مشروع واحد، حددت ويب، بحدد مشروع ثاني سريع معك الحين حتى تفهم قصدي.
انا افهم في بي اتش بي وبايثون معروفه قوتها وين بالتحليل البيانات والسرعه تحليل الضرر الى اخره، بس انا مشروعي هذا ما في داتا ضخمه ابغى احلل بيانات مصنع 10 ملايين ريكورد، وايضا انا بشغلها الانترفيس على المستخدم بيشوفها وكذا، وانا افهم بي اتش بي اكثر من بايثون يا اخي، وبعدين بي اتش بي اسرع من بايثون، اسرع كثير، ليش استخدم بايثون؟ طبعا بايثون لها مكانات قويه جدا، يعني مثل معروفه مكتباتها يا سلام تضرب بي اتش بي يعني على افاها، على قولتها مصري تدي لها على افاها من قوه المكتبات اللي فيها، بس ما تنفعني هنا الحين، وش ابي مكتباتها انا؟ بي اتش بي فيها شيء اسمه لارافيل اطار عمل، والله اطار عمل لارافيل هذا قوي وممكن يقفل على الشيء اللي كانت قبل شوي كله، اذا انا اقوم اقول يلا مع السلامه انت، يلا بايثون مع السلامه. شوف صغرت القائمه عندي الحين، صغرت القائمه جدا، شوف الحين طلع افضل لغه برمجه بي اتش بي، افضل لغه برمجه لي انا الحين، مو افضل لغه برمجه بالعالم، لي انا الحين هذه افضل لغه برمجه. لما يتغير طبيعه المشروع صار مشروع مثلا شيء ثاني، طبيعه المشروع صار فون اب تطبيق هاتف، امسك هذه واضرب فيها بالجدار على طول على طول، ما تجي ما يمشي الحال، ولا بايثون بره، ارجع جافا ارجع سويفت، هذول هم حقين التطبيقات. هل تطبيقي بيكون هجين على مثلا ايونيك ولا على فون جاب ولا على اي واحدة من المنصات هذه؟ اذا بتكون عندي جافا سكريبت و HTML و CSS و PHP يمشي الى برا. اذا انا بستخدم نيتف اوكي انا لازم اختار، انا احب اندرويد ولا احب سويفت على طول، احب اندرويد اقوم اقول جافا احسن لغة، احب الايفون وشلته وجماعة ابل اقول خلاص انا سويفت احسن لغة، وما حد يقدر يقول لك انها ما هي احسن لغة، بتحداه ما حد يقدر. لماذا؟ لانه انت صاحب المشروطيات هذه، وين بسم الله من هنا كذا ايوه المشروطيات هذه انت اللي حددتها، انا ما حد يقدر يجيني الحين يقول لي لا بايثون احسن من بي اتش بي، انا عندي تفصيلات يا اخي، انا عندي مشروطيات، شوف مشروطياتي هنا هذه هي. انت ممكن تجي بكل يعني صراحه وبكل دغريه يعني دغري وتقول لا انا بايثون، ليش؟ والله يا اخي ما افهم شيء في البي اتش بي. اذا افضل لغه برمجه هي بايثون وليست بي اتش بي بالنسبه لك انت. اخلص لك الحديث ونلخص الكلام، انه افضل لغه برمجه يوجد لها محددات، وانا تكلمت سريعا هنا عنها، يوجد محدد اخير بغيت انساه وهو الميزانيه والفلوس والدراهم والدعم، الفلوس تمام. لغه برمجه اللي تختارها انت، طبعا انا ما حطيت اس بي هنا، ما افهم بالاي اس بي، لكن زي الاس بي مثلا هل فيها فلوس بدفعها انا؟ نعم في نوعا ما، اذا انا بستخدم مايكروسوفت سيرفرز وما ادري ايش انا بدفع فلوس يا اخي. طيب انا قادر ادفع الفلوس هذه؟ لا ما بقادر ادفع الفلوس هذه، اجل ما استخدمها بعد السلامه برا على طول، ما وهق الناس. لما تختار لغه تاكد من المجتمع والشخص المستفيد من مشروعك انه قادر على انه العمل على مشروعك بعد ما انك تخلص منه يا اخي، مو معقول تعطيه في البايثون وانت قاعد بالسعوديه. انا اتكلم صحيح والله، ليش المطورين في السعوديه هل هم بي اتش بي اكثر ولا بايثون اكثر؟ على فكره انا بالسوق من زمان، انا ادري بي اتش بي اكثر. طيب اقوم انا اوهق العالم اذا كانت لي انا وفريقي انا وسهله، بس انا قاعد انفذ مشروع شركه، ما اعطيه بالبايثون، ما اعطيه لانه بتوهق انا، بيجيني بكره يقول ايه انت وانت، لا 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 انا اعطيه حاجه ممتازه ظريفه ولذيذه، حتى ممكن اني استغني عن بايثون هذه، ممكن اعطي جافا بعد ولا ان شاء الله اوراكل ولا ايا كان نوع المشروع، لانه مهم جدا انه الشخص المستفيد قادر، الدعم موجود، كل هذا كل الاشياء اللي قلت لك اياها لازم تكون موجوده عندك تمام. زبدة الحديث أنت المحدد الأول، الثاني طبيعة مشروعك، الثالث الفلوس الفلوس الفلوس، وهاتوا الفلوس اللي عليكم. إذن خلصنا من حديثنا اليوم، ولا تنسون يا أخوان الأعزاء سنكرايب، اللي ما سوى استراك سوى استراك وانشروا هذا الفيديو، واللي مو بقادر يستفيد من الموقع هذا في غيرك ممكن تفيده، خلوا يدخل ويأخذ يستخدم الكوبون اللي موجود